خليني أرجع مع حضراتكم أيضا لنشاط الرئيس وهذا التقليد الجديد اللي بدأه السيد الرئيس بعد ما اجتمع مع سيادة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بمشاركة رئيس الوزراء وبحضور وزاري موسع. وزي ما أو طبقا للبيان الصادر من مؤسسة الرئاسة صرح السفير بسام الرادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه الرئيس أكد على أنه الاجتماع هيكون بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية هتشمل عدد من المحافظات. يعني ده هيكون تقليد جديد بيتبعه الرئيس أنه يتوجه لكل محافظة ويكون في اجتماع موسع بيحضره طبعا المحافظ رئيس الوزراء زي ما قلنا حضور وزاري متميز جدا وده في إطار حرص الرئيس على متابعة تنفيذ الخطط التنموية البرامج الخدمية اللي بيتم تقديمها لكل المواطنين على مستوى الجمهورية مش بس أنه الرئيس يعقد لقاءاته في قصر الاتحادية ولكنه كمان أنه يخرج لكل محافظة بعينها نروح نشوف المحافظة الخدمات اللي بتقدم للمواطنين في المحافظة ايه الخطط التنموية المحطوطة في هذه المحافظة المشروعات اللي تصلح ليها وده كمان بالإضافة لشيء مهم جدا الرئيس حريص عليه طول الوقت الحقيقة مش من دلوقتي ولكن على مدار الخمس سنين اللي فاتوا احنا شفناه وهو أهمية التفاعل بشكل مباشر مع جهات الدولة وده علشان يكون في تسليط للضوء على التحديات اللي بتواجهها المحافظات في أداء مهامها وإحنا شفنا ده يمكن في مؤتمرات الشباب اللي عقدت في مصر على يعني مدار اختيار عدد كبير جدا من المحافظات المتعددة والمختلفة سواء بنتكلم على وجه بحري أو وجه إبلي طرح مشاكل وهموم المحافظة تذليل أي صعوبات أمامها كان في طبعا استعراض من محافظ الوادي الجديد بأبرز الإنجازات اللي تمت في المحافظة بداية من 2014 على كل المستويات خصوصا كمان في مجال البنية التحتية والتعليم المقترحات اللي تقدم بها يعني المحافظ أمام الرئيس توجيه الرئيس بالتنسيق إن المحافظة يعني دائما يكون في تنسيق دائم ما بينها وما بين الوزارات المعنية لبحث إمكانية تنفيذها بعد دراستها طبعا بصورة متكاملة. الرئيس كمان أكد إن الوادي الجديد بتعتبر من المحافظات الواعدة إن شاء الله بإذن الله طبعا محافظة مهمة جدا زي ما كان بيتكلم الرئيس فيها فرص استثمارية متنوعة يعني فيها أمور كثيرة إن شاء الله بإذن الله يعني محافظة الوادي الجديد تتنقل نقلة كبيرة قوي مش محافظة الوادي الجديد بس احنا بنشوف أعمال تطوير في عدد كبير من المحافظات في مصر كنا بنعتبرها إن هي محافظات بالنسبة لنا إن احنا نلاقي فيها مشروعات استثمارية يا جماعة أنا بكلمكم على فكرة الاستثمار مش بتكلم بس على المشروعات اللي هي تشغل أبناء المحافظة ولكن أنت بتروح تتنقل مثلا لسوهاج تلاقي مصنع إلكترونيات كبير في سوهاج تروح الوادي الجديد تلاقي بنشوف عندها فرص استثمار في الوادي تلاقي مواني وهكذا تنزل كفر الشيخ تلاقي مزارع سمكية تطلع على الفرافرة تلاقي المليون ونص فدان تنزل على يعني أنا بكلمكم بشكل عام يعني على سبيل المثال وليس الحصر وده توجه مهم بغض النظر عن المتربصين اللي انا هتكلم عنهم بعد كده توجه مهم دايما كان بيحصل نزوح للقاهره عمليه التكدس السكاني اللي مر يعني اللي مرت على مصر او اللي عمل خلل في التوزيع الجغرافي فرص العمل فرص العمل الناس كانت بتسيب المحافظه تهجر القريه سواء في بحري ولا في صعيد مصر وينزل القاهره سعيا ورا الرزق ما هو يعني ما كانش بينزل القاهره عشان يعني حبا في القاهره طبعا في ناس كانت بتيجي تستقطبها المدينه الساحره يعني التي لا تنام بس مش دي الاشكاليه الاشكاليه الاكبر كانت انه هذه المحافظات ما فيهاش فرص عمل كفايه للناس عشان الناس تفضل قاعده في محافظاتها وما تدورش انها تخرج بره المحافظه وتنزل محافظات القاهره الكبرى وده التوجه اللي القياده السياسيه شغاله عليه منذ سنوات ان انت يبقى عندك في كل محافظة شوف مثلا الوادي الجديد عندي فيها ايه مشروعات مهمة اشوف مثلا اسكندرية عندي فيها ايه مشروعات مهمة انزل على كفر الشيخ اشوف عندي فيها ايه مشروعات تنفع مهمة وكل ده كل مشروع لو حضراتكم ربطتوا ما بين نوعية المشروع وطريقة تنفيذه واختياره للمحافظة هتلاقوه مع بعضه ما انا مش هروح اعمل مزارع سمكية مثلا في محافظة ما فيهاش بحيرات او ما فيهاش
ترع او قنوات مائيه تسمح بان انا يبقى عندي مزارع سمكيه. عشان كده كل محافظه بيتم اختيار المشروع ليها بما يتلائم مع طبيعه المحافظه.